شهدت جامعة صنعاء تسمية إحدى الدفع على اسم قائد ميليشيات إيران قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية في العراق مطلع يناير الماضي. حفل تخرج الدفعة الذي شهدته الجامعة يوم الخميس الماضي يتبع قسم اللغة الفارسية بكلية اللغات المستحدث من قبل الحوثيين عام 2016، وجاءت هذه الخطوة مع قيام جماعة الحوثي بتعليق عدد من الأقسام في الكلية ومن بينها قسم اللغة العربية.